لتنجح فكرة ما يجب أن تراها ناجحة ما بينك وبين نفسك، لأن ما يتصوره العقل يحدد ما تراه العين. استعن بقوة التصور لتقييم فكرتك قبل أن تتسرع باتخاذ إجراء. اقضي بعض الوقت في التفكير، فلكل شخص طريقة تختلف عن الآخرين في تصور الأمور، ومن المهم أن تتأمل جميع وجهات النظر قبل التوصل إلى استنتاج. وبدلاً من التعبير عن إعجابك أو عدمه بفكرة ما، استخدم طريقة إيجابي سلبي مثير للاهتمام. أدرج أولاً جميع الأمور الحسنة حولها من وجهة نظرك تحت خانة الإيجابي. تأكد أنك أدرجت جميع النقاط الإيجابية قبل الانتقال إلى الفئة التالية، ثم أدرج الأمور السيئة حول الفكرة، أي الجوانب التي لا تعجبك بها، تحت خانة السلبي. قد تكون هناك نقاط تود أن تدرجها تحت كل من خانتي الإيجابي والسلبي. إذا وجدت جانباً مذهلاً لكنك غير متأكد إذا ما كان إيجابياً أم سلبياً، أدرجه تحت خانة المثير للاهتمام. المثير للاهتمام هي منطقة الأمور غير الواضحة عندما لا تكون متيقناً إذا ما كان الأمر إيجابياً أم سلبياً. وفي كثير من الأحيان تكون هذه الفئة هي منبع أفضل الأفكار، حيث تثير التساؤل. سيكون الأمر مثيراً للاهتمام إذا بهذا. تكون طريقة إيجابي سلبي مثير للاهتمام أداة شيقة تساعدك على تقدير الأفكار دون نبذها من الوهلة الأولى، وستساعدك على تقييم واختيار، وبالنهاية تصميم فكرة مبتكر عملياً تحدث التجديد وتساعدك على الخروج من الصندوق.